بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق منوف بتاريخ 24/9/2022. ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3. بالصلاة على النبي. ازيك يا غالي؟ اسم حضرتك ايه؟ معلم محمود تركي من المنوفية، مركز منوف قرية طمرات. رقم تليفونك ايه؟ 012-7-3-5-2-3-2-3-2-3-2-9. طب بالصلاة على النبي، عرفنا كده على الأسعار اللي معاك كده. نتادي بالصلاة على النبي. والله احنا دلوقتي الأسعار طبعا احنا داخلين على موسم الشتاء، ده موسم الربيع، الأسعار مناسبة والأسعار بدأت في ارتفاع دلوقتي. السوق بدأ في إقبال داخل دلوقتي على المباشر، والأسعار بدأت تمشي، وإن شاء الله الجو يعني نتمنى إنه يتحسن أكثر من كده، لأن الفلاح دايما إيه بقى مضرور من أسعار الأعلاف وأسعار الغلاء، فنتمنى إن الجو يمشي والفلاح عشان خاطر والأعلاف تريح شوية. النتادي عاملة كام كده النهاردة؟ عندك معاك ديت عدلة أنت شعار جاموس. شعار جاموس ديت عدلة أنت شعار جاموس ديت عاملة 8,200 جنيه. 8,200 جنيه مناسب وعدله مظبوطه. حلبات عامله ازاي؟ اربع حلبات مش مخليه عدله نضيفه. عايز عمرها قد ايه؟ عاوز تاكل بتتراوح من 5 شهور ل6 شهور. عاوز تاكل بس وتظبط. ديت عايزه نعلفه وتيجي منها على طول. ودي بالصلاه على النبي دي دكره، وده عدله دكر جاموس برضه شعار يعني. ده ب 85,100. 85,100 عمرها قد ايه؟ رقم برضه كلها اعمار واحده من 5 شهور ل6 شهور. وديت برضو عدلة انتهي نتاية برضو الحلبات بتاعتها اربع بزاز والصنافة وعجل نظيف. شعاري كلها بكم دي؟ عجل شعار بكم؟ ديت ب7,400 جنيه. 7,400 جنيه تبغى ولا تبغى؟ تعال والله من وقت عشانك، يمين بالله من وقت عشانك انت. 200 دوم عشانك ولا شطيف؟ واحد يا مريال والله ولا جريه، والله ما دفع جريه. دول برضه 200 جاموس عمر كشتين برضه جعلين اربع حلبات القرن المساوي الجاموس المصري المنوف الاصل. اربع حلبات برضه كل حاجه على الطبيعه من قلبه على السوق برضه. دي الاثنين عاملين دي بكام؟ دي ب 73 وده ب 81. دي ب 73 ودي ب 81 برضه الحلبات بتاعتها. اللهم صل اربع حلبات مظبوطين زي الكنيك. اللهم صل. ونتمنى بس ايه ان الفلاح بس ايه نتمنى ان الاسعار الاعلاف تهدى، لان الاعلاف هي اللي بتشغل كل شيء. طبيعي. بتشغل الفلاح وبتشغل التاجر وبتشغل كل حاجه. فاحنا نتمنى ان اسعار الاعلاف بس تنزل عشان خاطر نفضل مستمرين في السوق وحركه البيع والشراء تفضل ماشيه. دول مع اخونا برضه يقدر يعرفك على اسعار. اللهم صل على برضه معانا جوز مت يا عمك. حلبات تمام وكله تمام والصلاة على النبي. بكام اللي تايتين دول؟ دول عجول غلط، عجول تخش علف على طول، عجول مظبوطة. ازيك يا حجي محمود؟ بكام دوم؟ انت دوم 13,100 وده 14,000 ال 400 جنيه. ال 400 جنيه. الاعمار هنا قد ايه؟ الاعمار. الاعمار بتتراوح من 10 شهور ل 12 شهر، وده عز واخده التحصين. هات دحقنا التحصين ديت مش دمل ولا حاجه. ده مضح تحصين ضد فيروس كورونا. ضد فيروس كورونا؟ هي بيجي لها كورونا؟ بتحصنها جميع انواع التحصينات ضد الحمى القناعيه واي حاجه وربنا يعني ايه يطلعنا من الدنيا ديت على خير. ويعني تعالى بعد اذن حضرتك نكمل الجوله. ربنا بقول لك ايه، هذا 500 جنيه ده شعار يا ابو زبرد على الصور دول. تعال اخش على الحلوه ده. دي انت جاموس برضه اربع حلبات زي ما حضرتك شايفه اهي. انت مظبوطه، انت شعار مش محليه. بكام دي؟ دي ب 76,100. ايه؟ ب 76,100. ب 96؟ ب 76. 76,100. المساوي عدله، ده الجاموس المنوف الاصلي. بيتميز بالجسم الابيض والقرن المساوي والميزه الحلوه فيه. وسليم هذه المنوفيه معروفه في اي مكان في الجنوب في مصر. طب ودي معانا واحدة تانية. تعالى برضه بسرعة. والله خدنا على الطلاق لتيمس. طب امسك كده اهو. أربع حلبات دايما مش مخلية. اللهم صل. مسويها تظبط. بكام دي؟ ب 9,100 جنيه. 9,100 جنيه. طب واللي هناك دي؟ تعالى صور الجسم.
شابة سمحة هي شابة مظبوطة والعظم الكشر والعظم الحلو بس هي عايزة تطقطق عايزة تاكل ديت عايزة تطقطق عايزة بس تعلق عليها بالأعلى شابة نظيفة الأربع حلبات يا جماعة وشابة جسم الرؤية جسم الرؤية ده بيتميز باللبن العالي شعر الرؤية ديت بتتميز باللبن العالي تبقى رؤية بتحلب يعني بكم دي؟ ديت ب 75 اللهم صل على النبي رقم تليفونك كم مرة؟ رقم تليفوني 012 735 المعلم محمود تركي من المنوفية مركز منوف قرية طمرات أي حاجة تعجب المشاهد وصل معاك وقدام ربنا سبحانه وتعالى والد جاموس والد بقى وعشره يقول أي حاجة الصلاة على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الكوكوت.